متابعينا بنتابع مع حضراتكم بس محاكمة المتهمين في قضية شو قضية أسفة نيرة المتهمة شو موجودة خارج الأوفيس المتهمة موجودة شروق أحمد كمال شروق محمد إبراهيم احنا مش هنصورها هنجيب بس لو سمحت مش عاوز حد يصور مشروق ولا ضغط ماشي الله معاه جهاز لو سمحت لو شفت صوره لشروق او لطه هيبقى في كلام مش هنط بره بالنسبه للدفاع مسجل مرتين معاك ولا ما نزلش تسجيل؟ نسجلها؟ اه نعم. اصل دول دي ثلاث اربع دقايق ماشيين. تمام. ليه؟ احنا بس هو احنا مضطرين لظروف عشان الناس بس تبقى مستريحه تبقى الناس كلها. اتفضل. ادوبي. بلاش تحضر لكن علشان تبقى مطمئن لو سمحت تقعد انت وحركه ماشي اي كلمه خارجه حسب احنا جبناكم علشان تقعدوا تشوفوا الدنيا ماشيه ازاي بس الممنوع حد بيتكلم فيه حد حاضر عندكم دي رسالة طبعا تحط المستشار يوجهها لوالد والدة نيرة مبني عليها يا المتهمين بيهم غضون عام 2024 لليلة القصر الأول لعريش محافظة شمال سيناء والمتهمان هددا مبني عليها نيرة صلاح محمود كتابة بالإفشاءات محادثات مفتشة بشرف جرت في مكان خاص عبر الهاتف المقال تطبيق المراسلات والواتساب والتي كانت قد نقلتها المتهمة الأولى حصة عن من الهاتف المبني عليها المقال إلى هاتفها ودون علمها ورضائها إذ شاركت جزء منها مع المتهم الثاني الذي هدد بإفشائها برسائل نصية عبر مجموعة الواتساب الخاص بزملاء دراساتها وكان ذلك التهديد مصحوبا بتكليف المجني عليها بأداء عمل معين وهو الاعتذار للمتهمة الأولى في المجموعة حديثة البيان مما أوقع الرعب في نفسها فرضخت لمطالبهما على النحو المبين للتحقيقات اثنين استعمل في البيت علانيه المستندات التي تحوي المحادثات آلفة البيان وكان ذلك بغير الرضاء المجني عليها سالفه الذكر بل ارسلت المتهمه الاولى نسخه من تلك المحادثات لزميلاتها مريم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن وولاء سيد زكي صادرا من تلك المحادثات المتهم الثاني الذي استعملها وارسلها لزميله محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب على نحو غير التحقيقات ثلاثة انتهك حرمة الحياة الخاصة المجني عليها سالفة الذكر لأن نقلت المتهمة الأولى من هاتفها المقال المحادثات آلفة البيان المدرجة على هاتفها المقال دون علمها ورضائها وإرسال المتهم الثاني لها العديد من الرسائل الإلكترونية التهديدية عبر ذات المجموعة آلفة المجموعة المبينة سلفا بالمتهمة الأولى دون موافقتها
معتمدين على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري على النحو الوارد في التحقيقات. 4 تعمد إزعاج ومضايقة المبني عليها أجهزة البيان بإرساء استعمال أجهزة الاستعمال بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات مرتكبين الجرائم محل الاتهامات الماثلة على النحو الوارد في التحقيقات. المتهمة الأولى اعتدت على حرمة الحياة الخاصة المبني عليها سالفة الذكر بأن نقلت إلى هاتفها النقال المحادثات أجهزة البيان التي جرت في مكان خاص عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية عن طريق التليفون والمدرجة على هاتفها النقال ودون علمها ورضائها وفي غير الأحوال المصرح بها القانون على النحو الواضح للتحقيقات. المتهم الثاني هددت المبني عليها سالفة الذكر شفاهة بواسطة يوسف محمد عبد العزيز بإفشاء أمور مختشة بشرفها المحادثات أليفة البيان، وكان ذلك التهديد مصحوبا بتكليف المبني عليها بأداء عمل معين وهو الاعتذار للمتهمة الأولى في المجموعة مما أوقع الرعب في نفسها فرضخت لمطالبهما على النحو الواضح للتحقيقات. قررت أن لديها موافعة ستكيلة وجاهزة اليوم. حضر الأستاذ أحمد عبد الرحيم وأمل إبراهيم الأستاذ أمل إبراهيم عن الأستاذة نهاد أبو القمصان عن الأستاذ نهاد أبو القمصان عن المدعيان بالحق المدني تناول المجني عليها حبة الغلة وفي تقرير المعمل المركزي طلباتكم بس طب الشرع اللي مناقشته مش فاهم ما هو الشهود اللي معاه الرئيس في شهود يا فندم لا شهود مش هيقدر خلينا هنا تمام طلباتكم الطبيبة الشرعية حنان فاروق العزة مع ند طبيب في مصلحة الطب الشرعي المتخصص في السموم إن حضرتك الطبيبة اللي عملت التقرير الطبي الشرعي هي طبيب ميداني في مصلحة الطب الشرعي في المنصورة. ماشي. الحضران معك على المدعي محمد المدني طلبة. ماشي. لو تسمح لنا معلش بس في بعض الشهود طبيبة شرعية وناقشتها في بعض الأمور الواردة في التقرير. في بعض الشهود معلش الرئيس لأن الشهود دول مرتبطين بالواقع. ورغم الحمياب عملتي إيه؟ لا هو احنا عايزين نروح مع الرئيس نحضره لان ما كانش اظبط لو قلنا قبل كده انت حضرت قلت لك في جاهز لو عاوز ترافع اسمعك لو حصل تمام واحنا جايين النهارده جاهزين ان شاء الله ربنا يوفق تمام انتوا لكم طلب قبلتوه هنشوفه اخر الجلسه الشهود مع الرئيس مرتبطين يعني ليه هو اخر الجلسه سبق من التفريغات المباحث اللي مرتبطه مع الرئيس حاجات كان المفروض ان النيابه العامه تواجهكم بيها ما تمتش مواجهة الشهود دول او بعض الشهود منهم من الاقوال بتاعتنا هنسمع مرافعة النيابة على طول وهنشوف طلبات تمام؟ نكمل يعني هنستكمل ايه عايزين ايه تاني كده؟ بعد اذن الشرعي هنستكمل طلباتنا بعد مرافعة في ايه تاني؟ طلبات قدام الشرع وشهود هنلتمس من عدالة المحكمة استكمال مفادة النيابة العامة من الحقيقات تبقى لنص الوقت 12 حضرتك في 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 شواهد على جريمة القتل العمد في الورق ده فاحنا عايزين المحكمة تحقق في هذا يا أستاذ المحكمة ملزمة بالقيد والوصف اللي قدام زراعة المحكمة بمطالعة القضية أن هناك أسباب تستدعي التصدي هتستخدم حقها وبالتالي إحنا مش في مجال قضية تأكيد نحن في مبنى عليكم الآن في قضية تأكيد وقضية نقل تمام أو اختراق هاتف المكنة من واجبنا كدفاع يا فندم ان احنا نعرض على المحكمه النقاط اللي احنا الشواهد اللي احنا طالعينها هنشوف خاصه ان لم تبيح لنا الفرصه ان نطلع على اوراق الدعوه اثناء تحقيقات النيابه العامه ونبدا هذه نشوف هذا ده
تمام. في كمان يا فندم جريمه التنمر المنصوص عليها في الماده 309 مقرر بيها. دي من ضمن انت عندي في الحكومه الاشد اللي هي التهديد. التهديد اه عندك التهديد اشد من التنمر. تمام خلاص كده طلباتكم. تمام كده خلاص طلباتكم. لو عاوزين تتكلموا اسمع بس ده مش هو كده. تمام ادينا مطالبات وبعدين نحط المتهمين جاهز معاك عامل التهمه دي. اه ثبت ان انا الاستاذ عن المتهمه الاولى وجاهز. ثبت حضرتك يا استاذ مين عن التهمه؟ الاستاذ عن المتهم الثاني جاهزه؟ جاهزه للمراقبه. ده هنا كده؟ تمام يا عزيزي. اتفضلوا للنيابه لا مرافعه. اتفضل. مرافعة النيابة في القضية التي أصرت الرأي العام. اسمع بعض. بسم الله الحق، بسم الله العدل، بسم الله الستار. سيادة الرئيس الجليل، حضرات السادة القضاة، إنه لا يروم لي أن أقف هنا اليوم أمام عدالتكم وفي محرابكم المقدس في عناية قول الحق، إن الحكم إلا لله. جئتكم بشرف تمثيل النيابة العامة عن المجتمع الأمين على دعواه والقسم الشريف في هذه القضية. هذه القضية التي تموج بالفتن وخيانة الأمانة وانتهاك الأعراض والحرمات. قضية اللعب بالأعراض وما أدراك باللعب بها. اللعب بالأعراض لعب بالنار. اللعب بالأعراض لعب بالنار. اللعب بالأعراض لعب بالنار. انتحرت نيرة وضاع شروق وطار. قضيتنا اليوم يا سيادة الرئيس هي جريمة التهديد الكتابي بإفشاء أمور مفتشة بالشرف المسقوط بطلب المرتبط بجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة. قال تعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. صدق الله العظيم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر في كتاب اخيه بغير اذنه فكانما ينظر في النار. سياده الرئيس الجليل، لقد كانت الامانه ثقيله وكان البحث عن الحقيقه فيها اشد ثقلا. سمعنا من المتهمين وسمعنا فيه حتى إذا آنسنا من الدعوة اكتمالا ووجدناها شبت عن الفوق جئنا بها لساحتكم المقدسة. سقنا إليكم هذين المتهمين مكبلين بأدلتهما، فالمجنية عليها في هذه الواقعة نيرة صلاح محمود، طالبة الصف الأول لكلية الطب البيطري جامعة العريش ذات 18 عاما. نشأت في أسرة بسيطة كسائر الأسر، كانت تحلم بامتهان الطب. شهد لها القاصي والداني بصلاح الدين وحسن السلوك والخلق وطيب السيره، لكنها مثل كل البشر تعيش بين الناس عالقه على نعمه الستر. تخطئ ككل بني ادم، فهددها المتهمين بما امسكوه عنها وبث الرعب في نفسها فاودت بحياتها. واما المتهمه الاولى شروق احمد كمال ذات 18 عاما، زميلة المجنية عليها بالفرقة الأولى لكلية الطب البيطري جامعة العريش، تقاسمت مع المجنية عليها سكناها. تقاسمت مع المجنية عليها سكناها بالمدينة الجامعية، فاستأمنتها على سرها ولم تؤمنها، فخانت أمانة المعشر لتضيع من أجل بطولة زائفة ركبها الغرور بامتلاكها نقيصة خليلتها، فأمسكت بتلابيبها وقامت بفضحها بكل خسة، ولم ترحم توسلاتها فكانت من الأخسرين. وأما المتهم الثاني طه محمد إبراهيم الدمير ذات 19 عاما، زميل المجني عليها والمتهمة الأولى بالفرقة الأولى لكلية الطب البيطري جامعة العريش، استقوت به المتهمة الأولى على المجني عليها فلم يرحم ضعفها
وقاد ثورة التخلص المعنوي منها، فقام بتهديدها كتابة فيما لاقت مجموعة الدفع عبر تطبيق واتساب ليحدث تهديده أشد الآثار فكا بها، فبث الرعب في نفسها وغدا مبتهجا مسرورا ببكائها من سطوته. نزعت منه النخوة وكان من الخاسرين. زيادة الرئيس الجديد، حضرات السادة القضاة، بدأت وقائع الدعوة مع بداية العام الدراسي الحالي في أكتوبر من العام الفات، واكتمل تحت كل من المجني عليها والمتهمين بالفرقة الأولى لكلية الطب البيطري جامعة العريش. فتزامنت المجني عليها والمتهمة الأولى والشاهدتين الخامسة والسادسة بغرفة السكن بالمدينة الجامعية حتى لاحظوا محادثاتها للشاهد الخامس عشر وهم في جزء منه. فوسوس الشيطان للمتهمة الأولى بانتهاك حرمة حياتها الخاصة، فقالت الأمانة ودلفت على هاتفها النقال بكل خسة ودناءة، بكلمة السر مستغنى تطالع مجنون أسرارها من محادثات مع ألف الذكر. ثم أزاعت الخبر بين أقرانها، خبر ماذا؟ إنه خبر الشيخة نيرة. حقا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدمة وحسرة حتى تغيرت النظرة، تغير لاحظته المجني عليها حتى تركت غرفته وانقطع خبرها. فنقل شيطان رجيم للمتهمة الأولى نبأ حديث المجني عليها عنها بالسوء، فركبها الغرور ولما لا، فبيدها ما يفرس لسانها ويكسر أنفها، فمن التي تتحدث عن الشرف؟ أهي الشيخة نيرة؟ فحدثت المتهم الثاني بالأمن وأطلعته على خبر غريمتها، فاستنهض عزيمته إرضاء لشركتها ونادى بمجموعة الدفعة عبر تطبيق واتساب: اسمعوا واو، أمر الشيخة التي لها مفضوح يقضي على مستقبلها بالجامعة والسكن، أتحبون أن نأكل في لحمها ميتة يوم الخميس أم الجمعة؟ أخبروني، هلموا جميعا وأفيدوني، أنزيعه الخميس أم الجمعة؟ فليكن السبت يا طه، قالتها المتهمة الأولى. كان الاختيار إما الفضيحة أو الاعتذار. فحدثت أخبارها، فحامت حولها النظرات والأقوال والتكهنات. إنها نيرة، قالتها شروق وقالها طه في غرف موارب بابها، حتى وصل لعلمها ما يداع عن خبرها. فلتسمحوا لي يا سيادة الرئيس أن نستحضر روح المجنية عليها في تلك اللحظة. هذه الشابة حديثة العهد بالحياة، البعيدة عن زويها، تجابها جرم بهذا التوحش. انقلبت عليها نظرات القاسي والداني، طاردتها التساؤلات ما بين منكر ونكير. حاصرها ازدراء الاحساس القاتل: يا زملائي اجيروني، اغيثوني، استروني. ماذا يرضهم لينفذه ولو على رقبتي؟ فليمسحوا ما بيدهم ولهم مني الدنيا وما فيها. يا نيرة اعتذري ولك الامان، اي امان بغير ضمان؟ لكن الامان بغير ضمان اهون من الفضيحه على رؤوس الاعيان. هكذا كان لسان الحكمية. توسط الشاهد يوسف محمد عبد العظيم مطاول وطلب من المتهم الثاني جلسه الوساطه بين نيره وشروق، فبعد ان تحدد لها يوم السبت رفض المتهمين الحل. وابلغ الوسيط يوسف ان امر نيره بيد اداره الجامعه التي تناهى لعلمها الواقعه برمتها. يا لحسرتي، الجامعه وصل لها امر فضيحتي، صار فصلي امرا محتما. هنا نظن يا سياده الرئيس انتوت نيرة الرحيم. الامر يتسع كالنار في الهشيم. كيف اواجه مجتمع قاسي فلا هو يغفر الزلات ولا يرحم الغافلات؟ قالتها بلسانها للشاهد الخامس عشر: اما ان تلوى ذراعي
ذراعي وهو ذل الى الابد او ان تكسر يدي وبعض العز جلد. فاختارت لضعفها الموت مجبره بدل من الحياه بمثابه. يا يوسف ابلغ هذا اعتذار نيره خلال ربع من الساعه والا تنقلب الامور على عقبيك. انه قرار طه وشروط الاخير. فابلغ يوسف نيره فانصاعت مرغمه وكتبت الاعتذار لتبرئ ذمتها ثم تعاطت سما زعلها تحت وطأة الرعب والشعور بالعار والاهانه. فخالفت شرع الله الذي نهى عن القنوط من رحمته وقتل الزاد بظن وبعض الظن اثم ان الموت لاجل الستر اولى. وللاسف يا ساده انتحرت نيره لاجل ان لا تظهر تلك المحادثات للعدد. وها هي رهن على نيه هذه المحادثه انها حقا سوءت الاوراق. سياده الرئيس الجليل حضرات الساده القضاء تلك واقعات الدعوه. فاما عن حديث القانون فنعلم انه لا يجوز لنا في حضره سادات القانون ان تطرح مواده وشروطه لانكم اعلم به منا. لكنه شغف تلميذ العلم الذي يقف على باب اساتذته كي ينهو المفيد علمه. فعلمتمونا ان التهديد المنصوص عليه في الفقره الاولى من الماده 327 من قانون العقوبات تتوافق اذا وقع التهديد كتابه بارتكاب جريمه ضد النفس او المال وكان التهديد مصحوبا بطلب او بتكليف بامر. وهنا يا سياده الرئيس جاءت عباره المشرع عام. فيستوي الطلب ان يكون مشروعا او غير مشروع. وكذا الكتابه. يستوي ان تكون باي وسيله تقليديه او الوسائل الحديثه. واما بعد فسنشرع الآن في سرد الدليل على الواقع. امتثالا للأمر الكريم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والدليل في هذه الأوراق قد استقام بلوغا من الجزم واليقين على صحته وصحة نسبتها للمتهمين الماثلين. وقد تنوع ما بين أدلة قولية وفنية ومادية. فأما الدليل القول فها هو لسان المتهمين يشهد عليهم في يومهم هذا. أقر المتهمين بجرمهما إقرارا حرا طليقا تطابق مع ماديات الواقعة كما يتطابق القفاز في اليد. فالمتهمة الأولى أقرت أنها خانت الأمانة وانتهكت حرمة حياة المجنية عليها الخاصة. إذ قالت قصة سنة 14 بالتحقيقات أنا خليتها بتستحمى في الحمام وفتحت تليفونها لقيت الشات اللي بينها وبين باسم كبير وكله كلام قلة أدب وإحنا مذكورين فيه. ثم بذات الصفحة أنا معايا كلمة السر الخاصة بينا وهي معاها كلمة السر الخاصة بينا بحكم الزمالة. ثم صفحة 15 أنا أخدتها على تليفوني سيادتك كده تقصد المحادثات ووريتها الولاء ومريم. ثم قالت عن تهديد المتهم الثاني للمجنية عليها إذا لم تعتذروا لها صفحة 17 أنا قلت له إن نيرة بتجيب في سيرتنا وفي سمعتنا رغم إنها بتكلم ولاد وبتصور نفسها لواحد اسمه باسم وهو ما صدقش. دليل على حسن السيرة هو نفسه مش مصدق وهو ما صدقش وقال لي ابعتي لي سكرينات من الحاجة دي وهو هدد نيرة على الجروب بس ما ذكرش اسمها ولا إن معاه سكرينات. كان الكلام كله على المغطي بان هو بيتكلم بصيغه ولد عشان ما حدش يعرف انها نيره، بس الكلام كان على نيره. وعن قصد المتهم الثاني بالتهديد قررت بذات الصفحه. هو قصده يهددها بنشر السكرينات اللي معاه اذا ما سكتتش عن التعرض لينا في الكلام اللي يخص سمعتنا. وكان هذا التهديد مصحوب بطلب وهو انها تتاسف لي على جروب الدفعه. كما أقر المتهم الثاني بأن المتهمة الأولى أفضت له بخلفها مع المجنية عليها وأنها قد تحصلت على المحادثات الخاصة بالمجنية عليها من هاتفها خلسة. استقرر صادق 22 بالتحقيقات نيرة بتتكلم في ظهر شروق بكلام مش كويس وإن أنا وهي بنحب بعض وده كلام ما حصلش.
وان شروق اخذت الشات اللي بين نيره وبين باسم من تليفونها تنسى، وشروق هي اللي قالت لي. واضاف بانه هو من كتب التعليقات الخاصه بتهديد المجنيه عليها على ما يسمى لمجموعه الدفعه على تطبيق واتساب. استقرر صار 23 بالتحقيقات. هو انا دخلت على الجروب وكتبت البوستات الخاصه بالوقت. كان الكلام كله على مغطى بصيغه ولد علشان ما حدش يعرف انها نيره، بس الكلام كان على نيره. ثم عاد بعد مواجهته باقوال المتهمه الاولى بانها امدته بصور من المحادثات الخاصه بالمجنيه عليها. قرر سنه 57 يدتني صور من السكرينات دي بس انا مسحتها. وعلى الدور الشاهد يوسف محمد عبد العظيم مطاوع قرر سنه 24 يوسف كلمني عن ان نيره زعلانه على اساس انها بتقول انكم بتقصدوها في جروب، وانا قلت لها احنا هو وشروق قال احنا مش عايزين منها غير انها تبطل كلام علينا في الجروب. ورحت قلت له على الحاجات اللي شروق وريتها لي اللي هي خاصه بالمحادثات اللي بين نيره وباسم، وطلبت منه ان هي ما تجيبش سيرتنا على لسانها، وهو قال لي انه هيشوف الموضوع ويحل. ثم اقرر انه حدد المجنية عليها شفاها بواسطة الشاهد يوسف محمد عبد العظيم مطاوع بإبلاغ المجنية عليها أن تعتزل خلال ربع ساعة وإلا سينفذ التهديد. استقرر سنة 25 لما شروق كلمتني بتقول لي إن نيرة تتأسف على الخاص، وإن أم شروق كلمت نيرة وقالت لها لو ما اعتذرتيش في خلال ربع ساعة هتتخذ الإجراءات. فرحت أنا كلمت يوسف عشان أنا شفت بادرة أمل وقد نجحت الوساطة باعتذار نيرة. ثم اقر ما قرره ذلك الشاهد بشان تلك المحادثه سنه 64 بالتحقيقات. ثم اقر بصحه ما طلعته النيابه العامه بالهواتف النقاله بشان عبارات التهديد الصريحه الحاصله على ما يسمى بمجموعه الدفعه على تطبيق واتساب، ووجود نسخه من المحادثات الخاصه بالمجنيه عليها في هاتف المتهمه الاولى، وصحة ما توصل إليه تقرير المساعدات الفنية بشأن فحص الهواتف النقالة. وأقر المتهم السجن بصوته في المقاطع الصوتية المقدمة من الشاهد الرابع، وهو يقول فيه التليفونات دي مين معروف؟ تبع إيه؟ جريدة المصرية وجريدة المصرية. جريدة إيه؟ المصرية. صحفيين زملائنا صحفيين زملائنا. وانت بابا نوت ماشي خلاص خلاص وقال المتهم الثاني بصوته في المقاطع الصوتيه المقدمه من الشاهد الرابع، وهو بيقول بلسانه انا بهددها بس. وقد تطابق كذلك الاقرار مع ما شهد به 16 شاهدا، وكل من يوسف محمد عبد العظيم ومحمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب ومريم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن وولاء سيد محمد زكي ولاء سيد فتحي زكي وملك امجد عليه ومحمد طورة وامنيه حمدي محمود حسين وهنا موسى عبد الجبار واسراء محمود عبد الفتاح عمر وهاجر حازم ابو العز جحا وحبيبه محمد عبد الواحد وهاجر سعد عبد الرحمن وهدايه سعد عبد الرحمن وصلاح محمود عبد الرازق ونشوى جمعة عاشور ونبي صلاح محمود عبد الرازق وباسم أسامة محمد أحمد بطل عما شهد به مجري التحريات الذين أكدوا جميعا صحة الواقع على نحو ما ورد بإقرارات المتهمين بأن المتهمة الأولى قد تحصلت على المحادثات الخاصة بالمجنية عليها من هاتفها خمسة وأمدت بها المتهم الثاني الذي هددها بها على ما يسمى بمجموعة الدفعة بتطبيق واتساب إذا لم تعتذر على ملاءة تلك المجموعة وأنها إن صاعت لطلبهما وكتبت الاعتذار قبل أن تودي بحياتها. وأما الدليل المادي فقد ثبت من مطالعة النيابة العامة هاتف الشاهد الخامس عشر تضمنه محادثات خاصة مفتشة بالشرف جرت بينه والمجنية عليه. ثم ثبت من خلال مطالعة النيابة العامة هاتف المتهمة الأولى احتوائه نسخة نصية من بعض المحادثات التي تضمنها الهاتف الخاص بالشاهد الخامس عشر والتي جرت بينه والمجني عليه. كما ثبت من خلال متابعة النيابة العامة لمجموعة الواتساب الخاصة بالفرقة الأولى من كلية الطب البيطري بجامعة العريش
من خلال الهاتف الخاص بالشاهدة الخامسة والمتهمة الأولى تضمنها تهديدات من المتهمين لأحد أعضائها مشيرين تلميحا للمجني عليها بنشر محتوى فاضح عنها ما لم تتقدم بالاعتذار الأولى منهما وامتثالها لطلبها. كما ثبت من خلال مطالعة النيابة العامة لهاتف الشاهد الرابع مشاركة المتهم الثاني معه عبر تطبيق مراسلات الواتساب لقطات شاشة للمحادثة التي هدد المجني عليها بإفشائها ورسائل صوتية تضمنت إقراره بواقعة التهديد وآثاره في نفس المجني عليها. ثبت من خلال مطالعة النيابة العامة لهاتف المجني عليها تضمنه محادثة فيما بينها والمتهمة الأولى تضمنها أسفها لها خلالها وأعقبها تهديد المتهمة الأولى لها بتفاقم الأمر ما لم تتقدم بالاعتذار علنا عبر مجموعة زملاء دراستها آنفة البيانات. وأما آخر الأدلة وهو الدليل الفني. ثبت بالتقرير الفني لقسم البحوث والمساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية أنه تبين من فحص الهواتف النقالة للمتهمين وبعض الشهود صحة وجود الملف الإلكتروني للمحادثات الخاصة بالمجنية عليها وآخر آنف الذكر بهاتف المتهمة الأولى وتبين وجود ما يسمى بمجموعة الدفعة وبه عبارات التهديد التي كتبها المتهم الأول وكذا الاعتذار الذي كتبته المجنية عليه. سيادة الرئيس الجليل، حضرات السادة القضاة، ختاما إننا نثق في خطة المحكمة الموقرة في أن تميز الغطة من الثمين، فمهما اختلط في الأوراق فإن الحقيقة التي لا فكاك منها أن المتهمة الأولى خانت أمانة المجنية عليه وانتهكت عرضها وحرمت حياتها الخاصة بكل خسة ونبالة. ولم تكتفي بذلك بل أطلعت عليه وما به من محادثات مفتشة بالشرف لخليلتها الشباب والشابات ممن هم في عمر المراهقة. أي وضاعة هذا يا سيادة الرئيس؟ وبدلا من أن يكون لها المتهم الثاني ناصح أمين ناصرها في غيها واستمر أفعالتها ووضع المجنية عليها تحت وطأة التهديد القاتل وهو ظرف بالغ السوء لا يتحمله الكبار فكيف بالمجنية عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه ولو بحديدة ملعون من الملائكة حتى يدع وإن كان لأبيه وأمه. سيادة الرئيس الجليل، حضرات السادة القضاة، وأنتم في خلوتكم المقدسة تذكروا ما فعلوا هذين المتهمين بالمجني عليها وقتما تكتبون كلمتكم. تذكروا شبابها الذي فنى من أجل فعلتها. تساءلوا بأي ذنب قتل؟ فنحن نصف أنكم لن تلتفتوا لأولئك الذين يقولون أن فعلة المتهمين هي كلمة. أيعلمون ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمة، وقضاء الله هو كلمة. انتحر الطيرة على إثر كلمة، فضحوا سترها بكلمة. ضاع مستقبل المتهمين من أجل كلمة، ضاع مستقبل المتهمين من أجل كلمة. وحكمكم العادل هو الكلمة. الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. سيادة الرئيس الجليل، حضرات السادة القضاة، إن النيابة العامة تطلب بتوقيع أقصى العقوبة وهي عقوبة السجن المقررة قانونا على المتهمين الماثلين جزاء وفاقا لما اقترفاه من إثم. وفي الختام، فإن النيابة العامة من مقامها هذا تود أن توجه رسالتين، الأولى للمجتمع شبابه وفتياته والثانية لأولياء الأمور. فأما عن رسالتها للشباب والفتيات، تمسكوا بالقيم الأصيلة واتقوا الله واعلموا أن للحياة الخاصة حرة فلا تنتهكوها ولا تروعوا إنسان مهما كان. وارحموا الضعيف منكم وإذا أخطأتم لا تخافوا مهما بلغ هذا الخطأ فكل شيء قابل للإصلاح. اذهبوا إلى أولياء أموركم ولا تستوحشوا طريق النيابة العامة وكافة جهات الاختصاص فهو طريق الحق المبين وستجدوا سندا ومآلا ثابتا. لا تقنطوا من رحمة الله
فالحياة هبة الله عز وجل، لا يملك أحد أيا من كان أن ينهيها غيره. فالانتحار كبيرة من الكبائر، حماكم الله منه. وإلى أولياء الأمور، استمعوا إلى أبنائكم وبناتكم، اجلسوا إليه، افهموا كيف يفكرون، تابعوا أفكارهم وقراءتهم ومتابعتهم ومشاعرهم، اقتربوا منهم، وإذا ألم بهم خطر لا تتخلوا عنه، سامحوه وساعدوه، والجأوا بهم لجهات الاختصاص، وستجدونهم حريصين عليهم كما أنتم. ولتعلموا أن بمصر قضاء عادل لا يخشى في الحق لومة لائم. حفظ الله الوطن، وشكرا يا سيادة الرئيس. هو النيابة يعني احنا النيابة أثار نقطة باتهام لوالد الشهود. لا يا فندم مش تعليق، ما هو اتهامها ثابت في الأوراق يا فندم بتهديد دايرة، يعني والد الشهود هددت دايرة بأقوالهم في التحقيقات. فيما يخص واقعه القتل والشواهد اللي ثبت عليها معالي الرئيس، احنا لسه ما زلنا متمسكين يا استاذي الفاضل، نحن في مجال جريمه التهميش، امر الاحاله المحال الى المحكمه، المحكمه مقيده به، اذا رات المحكمه ان هناك زبر ذلك في اذا رات المحكمه ان هناك تمام مبرر اقتصادي موضح فيها كل الشواهد اللي احنا سنستخدم حقها. ماشي انت بقى دلوقتي عايز ترافع ولا انت ايه؟ احنا بس عايزين نوضح نقطه في فكره القتل، احنا ليه مصممين ان في شبهه جنايه قتل في الواقعه؟ احنا عارفين مع الرئيس ان منصوب قتل المحكمه التصدي اذا رات الواقعه، بس احنا عندنا شواهد ودلائل يقينيه عاوزين نوضحها لهيئه المحكمه مع الرئيس. لو اتفضل وضح تمام. حضرتك التقرير الطبي الشرعي اللي صدر مع الرئيس ما قدمش اي سبب فني او علمي، او حتى الدكتوره حنان دكتوره الطب الشرعي في تحقيقاتها في النيابه العامه ما قدمتش سبب علمي وحيد في الواقعه يقول ان فعلا ان نيره المجني عليها تناول حبوب غله وانتحرت. هي قالت يعزو الحكم على المذكره التكميليه اللي عملتها النيابه العامه في سماع شهود صاحب محل العقاره اللي اقر في تحقيقات النيابه العامه انه باع حبوب الغله وشاهد يعني يمكن دلوقتي وده بخالف اللي موجود علميا معالي الرئيس. ثواني بس ثواني، يعني انت ما قريتش التاجر واقواله؟ انا قريت كل الادله، قريت اقوال السواق، قريت اقواله، قريت اقوال، لكن في حضرتك قريت اقوال في زملائها، قريت اللي طلعوا حبه غله من عندها من الشنطه. يا معالي الرئيس في تضارب، في تضارب في اقوال الشهود يا معالي الرئيس، يعني هنا موسى اللي ذكرت ان هي ليه حبوب حضرتك عشان نقفل الموضوع ما تفتحليش فتح. انت طلبت دلوقتي ان انت بتقول ان في قضيه قتل وانا عاوز اقبل خبيرا للضبي الشرعي او يعني انصر هذا الامر تمام مع الرئيس بس. وضم متهمين ثاني في الواقعه مع الرئيس والده المجني عليها المتهمه الاولى هتشوفها لان حضرتك سبب من اقوال المتهمه الاولى لاحد صديقاتها في رساله على تطبيق الواتساب ان ماما بتقول لها ان ماما كلمت شهود لفظا ونصا مع الرئيس وفشختها في الكلام كلمت نيره وفشختها في الكلام وقالت ما تقفل على بعض الالفاظ علشان ما انا لازم بس قصدي سيبها للمتهمين انا بقول لك الفاظ دلوقتي هو معالي الرئيس انت خليك اقفل انت ما تكلمش تمام معالي الرئيس انت ما تكلمش المتهمه الثانيه معالي الرئيس اللي بنطالب بضمها للواقعه ولاء سيد معالي الرئيس زكي لان هي شريكه مع المتهمه الاولى وكانت مقيمه في غرفه نيره وان الوحيده اللي كانت بصمتها مع رقم السر الخاص بالتليفون
معروف بالنسبه لها تمام، وكمان انها شهدت شهاده زور قدام النيابه العامه مع الرئيس في تحت فتره الاجراءات. فبنلتمس من هيئه المحكمه ان الاثنين دول ينزلوا يعني نفس البحث. شكرا لكم متابعين.